صوت العرب من القاهرة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. تاريخنا ماضينا حضارة أثار، صور ملاحم، قصص وانبهار، ما بين الخيال والأساطير، مغامرات غدير وبكير، مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، هندسة إذاعية محمود صبري، الإخراج سعدي حسين. خلاص يا جماعة، أوديسيوس ومينيلاوس عرفوا يخطفوا البنات واللي كان. طب تفتكر يا بكير إن والدهم هيسكت عن اللي حصل لما يكتشف إن بناته اتخطفوا وإنهم هياخدوهم معاهم طروادة ضد رغبته؟ ما افتكرش إنه هيسكت عن اللي حصل يا نادر، لكن مش عارف رد فعله هيبقى عامل إزاي. وما تنساش إن جيش الملك أجاممنون واللي معاه قرب من الألف سفينة، يعني قوة جبارة جدا تخوف أي ملك على مملكته وشعبه. صدق المثل اللي قال خير إن تعمل شر إن تلقى، يعني الملك أنيوس ولد الثلاث بنات إنو وسبيرمو إلايس بعت سفينة كبيرة مليانة مؤن وهدايا للجيش بتاع أجاممنون، ويكون جزاته في الآخر إنهم يطمعوا فيه وياخدوا بناته اللي عندهم ملكات مش عند أي حد تاني، علشان يضمنوا أكلهم وشربهم لفترة طويلة. ما أنا قلتلك قبل كده يا غدير إن المنطق بيختلف من شخص للتاني، ومن وجهة نظر أجاممنون وإنيلاوس وأوديسيوس كمان إنهم محتاجين البنات لأنهم هيوفروا لهم مأونة الجيش بسهولة من قمح وزيت الزيتون والنبيذ، ودول عناصر مهمة في الحروب للجيش. يعني باختصار هم بيقووا جيشهم عن طريق البنات دول. هو كلامك فيه نوع من المنطق يا عم الهدهد، لكن من وجهة نظر الملك أنيوس هم خدوا بناته ضد إرادته، يعني خطفوهم من الآخر. آخر كلام اتقال للبنات إنهم لو وافقوا يسافروا مع أوديسيوس واللي معاه بإرادتهم هيتعاملوا كويس، أما لو رفضوا فأوديسيوس هيعاملهم كأسرى. تفتكرهم هيعملوا إيه؟ خليك فاكرين إن البنات دول عندهم قدرات مش عادية ادعالهم ديونيسوس إله النبيذ، وإنهم يبقوا بنات أنيوس اللي هو ابن أبولو إله الشمس والموسيقى والشعر. يعني صعب تعرف هما هيكرروا إيه بسهولة. ماشي يا عم الهدهد، أنا هروح أسمع ردهم على أوديسيوس هيكون إيه، وهعرف هما بيفكروا إزاي. هي دي أخلاق الملوك يا ملك أوديسيوس؟ بتهددنا إننا لو ما ساعدناكوش هتعاملنا زي العبيد؟ يعني والدي يكرم ضيافتكم وانتوا عايزين تعاملونا بالطريقة دي؟ يا أميرة سبيرو، يا أميرة إينون، أنا عايز أعملكم المعاملة اللي تليق بيكم، بس المهم نتفق إنكم تساعدونا في رحلتنا لطروادة. وانت عايزنا نساعدكم إزاي بقى؟ الموضوع بسيط جدا، هتعملوا اللي انتم متعودين عليه في مملكة والدكم، انكم تضمنوا لنا وجود القمح وزيت الزيتون والنبيذ على مراكبنا، المؤن اللي هنحتاجها في رحلتنا علشان تكفي الجنود للحرب. المؤن اللي بتتكلم عنها يا ملك أوديسيوس احنا بنقدر نحضرها بمساعدة الاله ديونيسوس بعد ما بنتعبد في معبده، وبنكون باعصاب هادية وبال مرتاح، يعني ما نقدرش نوفرها لكم وانتوا خاطفين. احنا عاملين حساب كل حاجة يا أميرة سبيرو، وزي ما قالك أوديسيوس قبل كده احنا مجهزين كل حاجة ممكن تحتاجوها. المركب اللي بتجهز علشانكم فيها جزء تصمم بهيئة معبد، معبد للإله ديونيسوس، وتقدروا تتعبدوا في المحراب بتاعه. احنا هنسيبكم دلوقتي يا أميرة لحد ما أعصابكم تهدى شوية وتقدروا تفكروا بهدوء. ايه ده؟ انتوا هتسيبونا في المخزن هنا الصغير ده وتمشوا؟ ما تقلقيش يا أميرة إينون، احنا هنقعد على سطح المركب ونسيبكم براحتكم، وكلها ساعة او اتنين ونقابل اخويا أجاممنون وباقي اسطول السفن، وهناك هتقعدوا في السفينة اللي بتجهز على شكل، ومش هتفرقوها عن اي قصر انتم عشتوا فيه قبل كده. الكلام ده من لوز لو الاميرات وافقوا ان هم يساعدونا، لكن لو رفضوا
للأسف هيقعدوا في مخزن السفينة، هو أكبر من المخزن ده شوية، وزي ما قلتلكم ده هيكون اختياركم. عن إذنكم. هنعمل إيه يا بنات في اللي بيحصل لنا ده؟ ما خطرش في بالي أبداً إنه ممكن يكون سينو ولا سينون ده كذاب وقدر يخدعنا للدرجات. يا ترى والدي لما يعرف بيامنا هيعمل إيه؟ أكيد طبعاً والدي مش هيسكت وهيحاول يرجعنا بأي طريقة. والدي ما يقدرش يبعد عننا. انتم عارفين ان الجيش في مملكتنا عدده صغير علشان والدي ملك مسالم طول الوقت وما عندوش اي اعداء، وشكل جيوش الملوك دول اكبر من جيش والدنا بكتير، يعني جيش جزيرتنا مش هيقدر يصمد قدامه. انت نسيتي ان والدنا يبقى ابن الاله ابولو، يعني اكيد والدنا هيطلب مساعدة والده الاله وهو قادر يخلصنا منهم. طب ولحد ما والدنا يعرف اننا اتخطفنا ويطلب مساعدة الاله ابولو احنا هنعمل ايه؟ هنتعامل ازاي مع الملوك دول؟ احنا لازم نجاريهم يا اينو ونخليهم يفتكروا اننا موافقين اننا نساعدهم لحد ما نلاقي طريقة نقدر نهرب بيها. بالظبط يا إيلايس، بس وطي صوتك احسن يسمعونا. احنا لازم نهرب من هنا يا سبيرمو قبل ما يقبلوا الاصول الكبير، لان ساعتها هيبقى مستحيل نعرف نهرب. يعني احنا قدامنا ساعة او اتنين بالكتير علشان نعرف نتصرف ونمشي من هنا. خلونا نفكر في طريقة نمشي بيها من هنا. فاكرة يا اينو لما كان والدنا بيزعل مننا ويخلينا نفضل قاعدين جوه القصر، كنت بتقدري تقنعي ازاي وتخلينا نخرج كلنا؟ تقصدي دور الحمى والدوخة اللي بيقولي؟ ايوه يا اينو، هي دي الطريقة الوحيدة اللي قدامنا دلوقتي. وبعد ما نهرب من هنا نوصل اقرب جزيرة تقابلنا ونتصرف من هناك. خلينا نندهلهم ونقول لهم اننا موافقين نساعدهم. يا ملك اوديسيوس، يا سينو، يا ملك مينيلاوس، لو سمحتم حد يجيلنا هنا. أمور يا أميرة إيلايس، أقدر أساعدك إزاي؟ انده ابن خالتك وصاحبك، قول لهم إننا عايزين نتكلم معاه. حاضر يا أميرة سبيرت. يا أوديس، يا أوديس، الأميرات عايزين يتكلموا معاك. نعم يا أميرات، أتمنى تكونوا وصلتم لقرار. إحنا قررنا نساعدكم يا ملك أوديسيوس، بس لازم كل طلباتنا تكون مجابة. ما تقلقيش يا أميرة إيلايس، كل اللي هتطلبوه هتلاقوه عنده. كل واحدة فينا لازم يكون عندها وصيفة خاصة بيها، ولازم نقف على أي جزيرة ونجيب هدوم. انتوا جبتونا هنا من غير ما نجيب أي حاجة معانا. أول جزيرة هنقف عليها هنجيب منها كل اللي انتوا عايزينه من الهدوم، وكمان هتختاروا من هناك الوصيفات اللي انتوا عايزينها. أنا عايز الوصيفة بتاعتي من القصر، هي الوحيدة اللي عارفة حالتي وبتعرف تعالجني لما تحول. سلامتك يا أميرة، ايه التعب اللي بتتكلمي عنه؟ قوليلي وانا اجيب لك العلاج المناسب. الحمى، بيجيلي دور حمى نادر، وفي خلطة من الأعشاب المربية والوصيفة بتوعي هما بس اللي يقدروا يعملوها. ملك يا اينو، انتي تعبانة ولا ايه؟ الحقوني، اسندوني يا بنات، انا دايخة مش قادرة اتنفس. اينو، مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ في ايه يا اميرات؟ اميرة اينو، انت سمعاني؟ اكيد جالها دي تنفس، دايما بيجيلها لما بتقعد في مكان ما فيهوش هوا. طب يا اوديس، خلينا نخرجها برا المخزن لحد ما تفوق. طيب يا اميرات، انا هشيلها واخرجها على سطح المركب وشوف يا سينون اي حاجة الفوق بيها. مالها الاميرة اينو؟ ايه اللي حصل لها؟ عندها ضيق تنفس، لازم تشم هوا البحر علشان تفوق. سمعيني يا اينو، فتحي عينيكي. مش قادرة يا سبيرمو، الدنيا بتلف بيها، انا تعبانة قوي. الحق يا سبيرمو، شكلها كمان ابتدت تسخن. صح يا إيلايس، فعلا ابتدت تسخن، لازم ننزل الحرارة بسرعة قبل ما تتعب اكتر، مش هنعرف نتصرف ساعتها. شيلوها معانا، خلوها تقعد على طرف المركب علشان اعرف اغسل لها وشها. احنا محتاجين حاجة نحط فيها مية عشان اعمل لها كمادات. طيب انا هشوف لكم حاجة، وانت من ناوس حاول تشوف اقرب جزيرة نقدر نوصل لها. حاضر يا اوديسيوس.
متهيألي في جزيرة هناك اهي، هغير اتجاه المركب ليها. انا تعبانة قوي مش قادرة، الحقيني يا نفس. يلا يا بنات دي فرصتنا، التلاتة بعدوا شوية عننا، خلونا نهرب ونتقابل على الجزيرة. الحق يا اوديسيوس، البنات نطوا في البحر. سؤال الحلقة 87، من يكون إله الشمس والموسيقى والشعر وتم ذكره في الحلقة؟ زيوس، هادس، أبولو. ترسل الإجابات الصحيحة على إيميل هيئة تنشيط السياحة eta.awareness@egypt.travel. الإيميل بالتفصيل eta.awareness@egypt.travel. مغامرات غدير وبكير. مغامرات غدير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، الإخراج سعدي حسين.